احنا من نهار دخلنا لهاد الصناعه حلينا عينا لقيناها مغربيه فاسيه، تعلمنا على طريق الجيران ديالنا، كانوا معلمين كبار هادشي اللي تعلمنا معهم اخويا، والمسيره بقى غاديه. احنا محافظين على التراث ديال بلادنا، هو على حساب المعلمين القدام ديالنا. خويا بدا في الاندلس وهو حاليا دابا كاين فاس، المقر ديالو الاصلي ديال العمل اللي كاينين في فاس، هو اللي كيتصوف في هاد الزليج كامل تما. ابار الفروع الاخرين اللي كاينين حريفيه في المغرب كامل، كمراكش والدار البيضاء ومن كاع المدن المغربيه تقريبا راه فيهم صناعيه. هو المقر ديالو الزليج راه كاين في فاس، كاين في فاس، فاس هو اللي كيدفع لهاد الصناعيه اللي كاينين في المدن الاخرين كاملين. بالنسبه لهادي ترصيع، هادي السقايه بالترصيع، ترصيع والدريهم والقطيب. المهم هذا ترصيع، هذا كيتسمى الترصيع. بحال هادي، هادي عنكبوتيه، اجي معايا باش تشوفوا. هادي مثلا 24 ايام، كتسمى 24 ايام. هادي ضفيره ديال الساروت، هادي هذا ترصيع، هاد الفوق كتسمى شراف. هادي 16 ايام، هذا كيتسمى 16، وهذا ترصيع ديال الليديدات. كاينين الاسماء بزاف، كاين 32، كاين 24، كاين 50، 16، المثمن، فهمتي؟ كاينين الاسماء بزاف، واخا 24 كل فرمه هنا والسميه ديالها. مثلا هذا مثلا صفلاط، هذه خاتم، هذا صفط، هذه عرجه، هذه بوله، هذه محدود، هذه خاتم لوز. يعني كل السقايه كامله كل حبه فيها عندها سميه ديالها. والزليج بلدي مراحل في الخدمه ديالو، راه كاينين بزاف ديال المعلمين كيتعاونوا فيه. المراحل اللي كيدوز منها في الغيران، بعدا في فاس ملي كيصنعوه راه كيطيب ويطلع في ديور عمل، وعاد كيوصلوه لينا حنا 10 سنتيم على 10. وفي الاول كتنقش جليجه، هاد الجليج كامل راه بياسه كتنقش هاد الزليجات هادو، عاد كنرموهم حنايا، كنحطو نصوبو الكباري ديالهم وكنفرغو داكشي، عاد كتنوض السقايا. وكاين الخطاط، كتخط بعدا على حساب الزواقة وعلى حساب هادي كتخط. من بعد كيجي النقاش، كينقشها، عاد كيجي اللي يصوب الكباري واللي يفرغ، اللي يفرغ لك مثلا السقايا ولا صالون ولا داكشي اللي عندك. حيت هو ما فيش على سقايا، راه كاينين حمامات بلديين، كاينين صالونات، كاين يعني كيدار به بزاف ديال الحوايج، ماشي على سقايا، كاينين طوابل، كاين فيه بزاف ميتشر، وكاين الفراش بوحدو اللي كيركب حبه حبه راه بوحدو، وكاين الفراغ اللي كيقلبها مثلا كيخدمها مقلوبه. كاينين ناس، كاين الاقبال، ولكن واحد النسبه، ماشي عاوتاني كلشي كيعجبو زليج بلدي. حتى راه كيديروا الدواق، راه ما يمكنش يديروا لك كلشي، اللي عنده شي حاجه كتمشي ليه لهادشي هو اللي كيدير.